تعديله بعد كده يا فندم. قالوا ليس قرآن. بشكرك الحاله الوحيده، بشكرك على غيرتك على اسمعوا بس يا استاذ جمال النهارده حضرتك انا هكمل بس التعقيد. طيب فالنهارده الاستاذ الدكتور قال جمله جميله جدا وعظيمه، ان هو عندما تم تعارض مع شخصيات وقلت رايك كان راي جميل. حضرتك النهارده كاستاذ جامعي والاستاذ دكتور في الجامعه وبيدرس، كان استاذ مساعد او معيد او مدرس او 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 استاذ بيلقي العلم على طلبة الجامعة، المفروض ان احنا واستاذنا الفاضل الكاتب العظيم النهاردة احنا بننقل الصورة، يعني في سياق الحديث قال ما فيش حد بيقول التاريخ صح، كل واحد بيقول من وجهة نظره. يبقى النهاردة لابد ان يبقى هناك من داخل هذا القانون يتعامل مجلس اعلى لتنقية التاريخ من داخل القانون. انت كده جاي مجلس اعلى لتنقية جميل التاريخ. جميل. النهارده احنا بنعلم بعد اذن ايه الاليه؟ ما جاوبتناش بعد اذن حضرتك. الثقافه هيحدد لك مين هم الرموز. خلي بال حضرتك انا نائب عجوز برضك، خلي بالك يعني قبل انت ما تتولد شرفتنا. الشرف العظيم ليا ان انا اتعلمت منك. لا العفو العفو شرفتنا. خدت بال حضرتك؟ فالنهارده عندما حضرتك يجي القانون اللي قدمه الست النائب ليس بالقرآن، هو قدم مشروع قانون، ممكن انا كنائب استشير الكاتب العظيم والمؤرخ على فكره عضو مجلس الشعب ثلاث مرات وماله فندم على راسي من فوق. طيب واجي اسالك وتقول لي لا الماده دي عايزه تعديل كذا، اخدها وفي قلب اللجنه اقول له الماده دي تعدل كذا، اسال الاستاذ الدكتور يا سعاده النائب سؤال النهارده انا عايز استفيد من حضرتك ومعالي النائب عايز استفيد من حضرتك وانت راجل يعني او ابتسامت اهوت والايه وال يعني الخلاف النهارده يا جماعه حضرتك هتحدد لي لائحه بعد اذن حضرتك بعد اذنك معلش حضرتك هتحدد بعد اذن سعادتك كل القانون بيصدر ليه لائحه حضرتك لا مش قصدي كده حضرتك هتحدد لي لائحه بالاسماء دي لا طبعا دي شغلتي انا لا طبعا دي شغلتي لا طبعا بمعنى انا ما اقدرش احددها لك كل شخصيه لما انا قلت لحضرتك في بدايه اللقاء ان ما فيش استقرار على شخصيه تاريخيه بس اكمل النقطه دي بهدوء خالص وببساطه انت بتحتري في الحديث كده لا ما انا عايز استفيد من حضرتك خدت مني كل شخصيه خلينا بس بهدوء ده سيمينار ما هيرجع لك تاني الحوار كل شخصيه في الحلاج مثلا والناس قالوا عليه كافر واتقتل انا عملت بحث عنه ان الراجل ده كان راجل عظيم ابو العباس السفاح السفاح ده سفاح يسفك الدماء وسفاح يسفح المال يسفح الخير في نفس المصادر التاريخيه قال ده يسفح بالمال والخير وده اول خليفه عباسي واحد تاني قال لا ده بيسفح عشان ذبح ناس في محمد علي فاذا كل شخصيه ليها وجهتين نظر حضرتك بتقول انت بتدرس التاريخ واحنا بندرس التاريخ لازم نعلم الطالب في قلب المدرج ان لابد ان هو اللي يبحث بنفسه ويقارن ما بين المصادر التاريخيه المتعدده دي كلها عشان يبدا يخرج بما يسمى الحقيقه ومفيش حقيقه في التاريخ النهارده ما هو بتتعرفش طيب استاذ جمال اسعد يا جماعه بس لو استاذ جمال هنا عشان نبقى بنحدد في حرص شديد يعني هو مش عامل هو عنده في حسن نيه في التعامل لو شايف ان في يتم التعامل مع الشخصيات التاريخيه والوطنيه باهانات شديده يمكن انها تضيع تعمل بلبلة عند الأجيال وتضيع فكرة القدوة يعني فلان ده أحقر شخصية فلان ده مش فاهم إيه فلان ده كلنا متفقين على دي أولا يعني لا خلاف لا وأنا خلاف وأنا متفق مع وأنا متفق على فكرة مش أول مرة إحنا حتى قبل كده كنا هنا لا أحد يقبل كلمة إهانة يعني بداية الله ينور لا أحد يقبل كلمة إهانة تمام. أنا أعتبر أنا طبعا درست كابن الستينات زعامة أحمد عرابي وثورة العرابية إلى آخر هذا الكلام وتشكل تكويني ووعي الثقافي والسياسي على هذه الشخصيات وبقيت ناصري قوم عروبي من خلال هذا التاريخ المدرسي خلي بالك المدرسي ولكن بعد ذلك ومن خلال قراءاتي يعني استزدت علوما بعد ذلك ومعلومات لابد أن تتناقض مع التاريخ المدرسي اللي درسته عن عرابي وبالتالي أصبح الآن لدي أنا شخصيا رؤية مزدوجة فيها السلبيات وفيها الإيجابيات عن عرابي وعن مصطفى كامل وعن سعد زغلول وعن أحمد وعن جمال عبد الناصر الذي أنتمي فكرا وإيديولوجيا له لأن جمال عبد الناصر أكثر زعيم مصري وجهت له إهانات لا احد يتصور ومع هذا ظل جمال عبد الناصر وسيظل جمال عبد الناصر مش بالشتيمه والاهانه ولكن بالاعمال التي ترصد ويذكرها التاريخ لجمال عبد الناصر كلمه اهانه اولا اهانه مرفوضه واحد اثنين الاهانه السب والقصف
دي بحددها القانون الجنائي. يبقى انا مش محتاج الى قانون اقول اهانه الشخصيات التاريخيه، لان الشخصيات التاريخيه لا تهان. حتى انا لو حتى لو شتمت الشخصيات التاريخيه، الاهانه في القانون الجنائي هي التي تسبب قدرا من الاهانه في المجتمع بالنسبه للشخص الذي اهين او سب. انما انا لما اقول احمد عرابي كذا، يعني احمد عرابي اصلا مش هيحقق. لا القدوة لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت جمال بيه. لما انا حتى اوجه نقدا في تصور في الاحد او البعض انه اهان، هل الاهانه دي هتلصق باحمد عرابي كشخصيه تاريخيه؟ يعني هو تقلل من حجمه الاجتماعي في المجتمع، ده شخصيه تاريخيه خلاص. ولكن بالتالي انا وجهه نظري السب والقذف قانون جنائي، ولكن الزملاء من نيتهم الحسن زي ما انت بتقول، هما بيحاولوا يحافظوا على كيانات سياسيه معاصره او حديثه او موجوده. انا معك في انه الفيسبوك الان اصبح بيمثل خطوره حقيقيه على الامن القومي المصري، مش على القيم المصريه، مش القيم، على الامن القومي المصري. لان كمان هب ودب بيتكلم دلوقتي ويشتم ويقول ده، لابد ان نواجهه وما نعملش خلط. يعني لما لا انا مفيش خلط بين ده ونحن لا نختلف عليه، وبين فكره ان انا اقول وجهه نظر في الشخصيه التاريخيه، فيبقى اي اهانه قانون جنائي. يعني انت متفق معايا الاهانه؟ اي احنا مين يقول اهانه؟ اهانه انسان، في انسان موضوعي سياسي محترم يهين، الاهانه دي مرفوضه شكلها. طيب سؤال واحد، ولكن انا عايز برضه، طب عشان اسمع بس سؤال واحد لسياده النائب بس سريعا، وانا عايز برضه عايز استفيد. اتفضل. انت حضرتك كراجل نائب في البرلمان ومثقف دلوقتي، وانا لو انت عايز تجيب كتاب حاجه في التاريخ وعايز تقرا عنها، هتجيب ايه؟ هتجيب حضرتك هتقرا ايه؟ كتاب تاريخي، مصدر تاريخي، صح كده؟ طيب خليني اقول لحضرتك ان برضه تاريخيا، واستاذنا موجود وهيعلمنا الكلام ده دلوقتي، ان تاريخيا معظم المصادر التاريخيه فيها تجريح وفيها مشاكل. بمعنى انا مثلا متخصص في التاريخ الاسلامي، اهم مصدر عندي في تاريخ دوله اسمها الدوله البويهيه اسمه كتاب التاجي، اسمه كده، المؤلف بتاعه اسمه الصابي. استاذ وائل لما حضرتك تجيب اول فقره في الكتاب، هذا الرجل بيقول ايه؟ ان واحد دخل على الصابي وهو بيالف الكتاب بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له اباطيل الفقها واكاذيب انمقها. لان الصابي ده كان في اللحظه اللي هو بيكتب فيها التاريخ كان مسجون بامر من عضد الدوله البويهي، وهو ده اللي قال له اكتب تاريخ لو سمحت في تاريخ الدوله البويهيه. يبقى اذا هذا المصدر فقد موضوعيته بالنسبه لي. خليني اقول لحضرتك ان انت عشان خاطر تقول ده عنده مشكله في هذا الرمز او ما عندوش مشكله، لابد ترجع للمصادر. طب وهل كم بس كام ساعات اللي كلمه واحده؟ اخر نقطه، كلمه واحده معلش. في نقطه مهمه، اتفضل اتفضل. في نقطه مهمه عشان نكمل، ما كملتش على فكره يا عشان الناس تتكلم يا جماعه بس. اتفضل. انا بص، اتفضل سات لو اتفضل. انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. اتفضل. انت حضرتك بتحكي دلوقتي، واللي قال اباطيل ده حضرتك حضرت روايه اللي قال الكلمه دي على الشخص اللي كتب؟ هو اللي كتبه بنفسه يا فندم، الشخص اللي كتب. حضرت احنا كده هنلغي التاريخ كله. حضرتك ما حضرتش الحوار. انا ليا اكمل بقى كلامي. اكمل كلامي بقى بعد اذن حضرتك. حضرتك ما حضرت، يبقى نلغي علم التاريخ بقى كده بعد اذن حضرتك. ادي له المجال، يعني لان التاريخ لم نحضره، لم نلغي علم التاريخ خلاص. هو حلل اقول بقى اقتنع وارفض. ثواني يا دكتور بعد اذنك، انت خدت وقتك اتكلم بعد اذنك، انت هتخليني قدام الناس اظهر. ثواني بعد اذنك اتكلم. الاول انا بتوجه بالشكر للدكتور عمر حمروش لحرصه على ارساء قاعده. احنا عاوزين يا اخوانا الاخلاق تبقى موجوده. احنا بنقول مش مقصود من هذا القانون اقصاء احد، او احنا عاوزين نحط نقطه في مصر، نقول ان البلد دي بلد محترمه وبلد جميله. احنا ما نتكلم، ثواني بعد اذن حضرتك يا صلاح بيه. احنا بنقول مش برضو مقصود الدكتور عمر، عشان محدش يحمله ما لا يطيق الدكتور عمر، لا الدكتور عمر ولا النواب يقصدهم القيادات اللي موجودة في الدولة في الفترة الحالية. احنا بنقول ثواني بعد اذنك، لان انتوا اتكلمتوا بهذه الطريقة. احنا بنقول ان المقصود الشخصيات التاريخية والحالي ليس تاريخي. هناك قانون الجرائم الالكترونية تم اقراره، واي حد النهاردة هيتجاوز الصبح هيتحبس. تمام؟ ليه؟ لأنه بيتجاوز قضية أمن قومي، لأن بتأدي إلى إحباط الشخصية اللي موجودة. أنا بشتغل عشان خاطر الدولة وعشان خاطرك وخاطر الناس، وعامل اللي عليا وزيادة، وأفاجأ. لا أنا عايز أقف عند فيها قضية أمن قومي، بحث التاريخ، قضية أمن قومي. بعد إذنك، ثواني بعد إذنك، ثواني يا بيه بعد إذنك، يا بيه اسمعوا يا جماعة وتعلقوا. أكمل وبعد كده علق. اتفضل. أكمل وبعد كده علق. اتفضل سيادة. النهاردة الشخصية اللي موجودة الحالية
القانون بيحميها دلوقتي بعد ما تم اقرار القانون. ليه؟ لان قانون الجرائم الالكترونيه ممكن يطول سعادتك، وانا النهارده ببقى عامل اللي عليا وزياده تجاه الشعب، وتفاجأ بان واحد قاعد بينتقدك لا علاقه له بالموضوع الا انه بيسيس الامور وبيدخلك في امور اخرى من لا علاقه لها بالمواضيع. يبقى النهارده حبس وجوبي، يعني النقد ممنوع. يا بعد اذنك لا نسر المناقشه. يا فندم يا فندم احنا قلنا الاهانه، احنا قلنا يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم في فرق، في فرق يعني بين النقد بس عشان يبقى محددين التقييم والاهانه. اما نقول ان فلان سياده اللي هو ممكن سؤال سريع بس هو انا عايز بعد اذنك طب هو هيساله سؤال بس سؤال بس هو دلوقتي سؤال معلش يبدو ان الدكتور انا بس بتكلم يا دكتور انت كراجل ثواني بعد اذنك حاول برضه حاول اللي عندي سؤال مهم انا اللي بتكلم يبقى حضرتك انتظرني والاخر بس لازم اسال انا اللي انا اللي بتكلم انتظرني انت مسيطر على القعده بص حاجه يا دكتور برضه يا دكتوره في حاجه يا دكتور النهارده اللجان اللي هتفحص هذا القانون على وجه التحديد قلنا لجنة الاستاذ على سياده ثواني ثواني استاذ على الاستاذ دكتور يا صلاح بيه مين اللي حضرتك اللي يا ثواني بعد اذنك يا فندم بعد اذنك ما هو انه يا دكتور محمد يا دكتور محمد اكمل كلامي خلي المعلومه يتم استدعاء المتخصصين قبل قبل مناقشه اي قانون لهم اتجاهات مختلفه هيستمع عندهم مشكله ممكن لما يستمع يتم احباط المشروع يا دكتور محمد الدكتور هو بيتكلم كلنا استمعنا له وانت بتتكلم كلنا استمعنا له نسيب الحلقه ونمشي اتفضل حضرتك اتفضل اتفضل نسيب الحلقه وتم كمل بس يا دكتور محمد اللجنه اللجان اللي هتفحص هذا القانون لجنتين لجنه الثقافه واللجنه التشريعيه تمام واللجنه التشريعيه على راسها الدكتور بهاني بهاء الدين ابو شوقي اللجنتين يا فندم قرابه الميت عضو يعني امه قلبها على الوطن يعني سعادتك ما تقلقش يعني المجلس ما تقوليش النواب عاوزين يحبسونا انا قلت في نفسي وانا قاعد قضيه الدكتور محمد ايه مع النواب قضيه الدكتور محمد ايه في دخلته مع الدكتور هو مش مع النواب بقى. ايه قصه النواب ايه قصه النواب خلينا بقى نلجأ ندخل طيب هنا استاذ صلاح بس بسرعه عشان اسال دكتور يا جماعه مش هبعد عن النقطه دي لو سمحت لو سمحت يا استاذ صلاح لو سمحت اللجنه يا فندم ما هسالك لو سمحت اتفضل مش عايز اعيد نفس الكلام لا مش